طيب هنقل بقى مع حضراتكم على ما يمكن اعتباره وجع القلب، لانه الحقيقه ما يحدث في ليبيا يمثل عار للعالم، لانه العالم يصمت على مذابح في ليبيا. ايه اللي حصل؟ انتوا عارفين ان امبارح مستشار عقيل صالح اللي هو رئيس القائد الاعلى للقوات المسلحه في ليبيا اعلن النفير العام، لانه ثبت بالدليل لدى الجيش الوطني الليبي ان هناك حرب تخوضها تركيا على الارض، مش مجرد دعم لميليشيات ارهابيه بالسلاح، لا ده انت بتتكلم على سلاح تركي وبتتكلم عن افراد من الجيش التركي موجودين بيقتلوا وبيقودوا العمليات على الارض الليبيه. فكان طبيعي انه القائد الاعلى للقوات المسلحه الليبيه المستشار عقيل صالح يعلن النفير العام، خلاص البلد كلها داخله في حرب. وكان طبيعي كمان انه الجيش الليبي يعلن النهارده عمليه، وخلي بالكم من اسم العمليه دي، اسمها عاقبه الغدر، لانه الجيش الوطني الليبي رايح يحرر طرابلس، كويس؟ يعني رايح يحرر طرابلس، ففوجئ ان في ميليشيات اجنبيه وميليشيات من الارهابيين ليبيين وغير ليبيين ودول ومخابرات بتقاوم، خلي بالكم، بتقاوم الجيش الوطني الليبي. يا جماعه المعاني هنا مهمه جدا، يعني بتتكلم جيش دوله بيواجه بميليشيات مدعومه من دول اخرى على ارضي، يعني انت جاي وبتدعم ارهابيين وميليشيات وجاي تقاتلني على ارضي. فالجيش الليبي خلال معركه ليبيا لقى انه في كثير من عمليات الغدر، ولذلك اسم العمليه الجديده، انتوا عارفين العمليه الاولى كانت اللي هي عمليه الكرامه، العمليه دي اسمها عاقبه الغدر. وكان الجيش الليبي بيوصل رساله الى ان كل من خان وغدر به سيلقى عقابه المناسب. في حاجة حصلت ما بين تركيا والجيش الوطني الليبي، اللي هي ايه؟ ان تركيا قالت والله في ست مواطنين اتراك تم اعتقالهم من قبل الجيش الوطني الليبي. الجيش الوطني الليبي الاول قال لا مفيش، يعني الجيش الوطني الليبي الاول قال لا مفيش، ما عندناش حد. وبعدين تم اطلاق سراح الستة دول. اللي هو انت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم هل وزارة الخارجية التركية اللي قالت يا جماعة انا ليا ست مواطنين اتراك تم اعتقال، هل كانت وزارة الخارجية التركية تقدر تقول مين دول؟ كانوا بيعملوا في ليبيا ايه؟ هل هم مواطنين اتراك عاديين؟ في الغالب مش اتراك عاديين، ولكن انت بتتكلم عن افراد من الجيش الليبي. مش دي المهمة، هنا احنا بنتكلم عن عمليات عسكرية. لكن انا مش عارف انه ضمير العالم كيف لم يهتز للمذبحة اللي حصلت امبارح يوم الحد امبارح. في العمليات العسكرية ميليشيات حكومة الوفاق بتاعت فايز السراج استردوا تاني منطقة غريان. تعالوا نقول منطقة غريان دي، مدينة غريان دي تبعد 100 كيلو جنوب طرابلس، فبسطوا نفوذهم عليها، سيطروا عليها. كان فيه 40 واحد من قوات الجيش، جنود الجيش الوطني الليبي، موجودين في مستشفى غريان بيتلقوا العلاج مع مواطنين. ايه اللي حصل؟ دخل عليهم افراد من الميليشيات، ميليشيات اللي في طرابلس، وقتلوهم الاربعين. انت لما تسمع الخبر انه ميليشيات دخلوا قتلوا 40 واحد تعد، لكن انت بتتكلم قدام مذبحة، خاصة انه تقارير الطب الشرعي، واحنا عندنا نماذج من تقارير الطب الشرعي لجنود الجيش الليبي اللي يعني تم قتلهم. يعني ده تقرير، مثلا تقرير الاولاني بتاع واحد اسمه
عمر الصالحين. وروني كده يا جماعه اهو ده تقرير طب شرعي بنقدم لحضراتكم الوثائق. عمر الصالحين تقرير طب شرعي بيقول ايه؟ تم اجراء الفحص الطبي الشرعي وسبب الوفاه اصابه باطلاق عيار ناري اخترق الراس. الاصابه لا تتجاوز المدى القريب. ده تقرير طب شرعي. في تقرير تاني لواحد اسمه احمد الهادي بيقول ايه؟ بيقول تم اجراء الفحص الطبي الشرعي ويعزى سبب الوفاه الى اصابه باطلاق عيار ناري ومقذوف احادي اخترق الراس ما نتج عنه من تهتكات الجمجمه وخروج النسيج الدماغي. الاصابه لا تتجاوز الحد القريب. عندنا تقرير ثالث اللي هو بتاع صالح ابراهيم فيه نفس الاسباب اللي ادت الى الوفاه. طيب هنا انا توقفت عند ايه في هذه الوثائق؟ توقفت يا جماعه انه الاربعين واحد من ابناء الجيش الوطني الليبي ما ماتوش في معركه، دول كانوا موجودين في المستشفى، دخل عليهم الميليشيات وتم تصويب الرصاص ناحيه الراس وناحيه القلب ومن مسافه يقول لك ايه الاصابه من المدى القريب، يعني اللي هو بيسموها كده المسافه صفر، اللي هو واقف حاطط الجدل السلاح وبيضربه بالنار في دماغه او بيضربه بالنار في صدره. طيب دي مسبحه مش عارف يعني اللي هو مفيش العالم بيتعامل مع ليبيا على انها ايه، كم مهمل، يعني ليبيا دي ملهاش لازمه، الجيش الليبي ده اللي هو انت عامل حصار عليه ومانع تسليحه وبيواجه ميليشيات بيجي لها سلاح متهرب من تركيا، لان هم تركيا جنون تركيا ليه؟ لانه الجيش الوطني الليبي اسقط ثلاث طيارات يعني اسقط ثلاث طيارات مسيره اللي هي الطيارات اللي هي من غير طيار دي طيارات تركية كانت بتستهدف مناطق في عند الجيش الليبي، يعني بتستهدف اهداف عند الجيش الليبي ودي طيارات، فالجيش الليبي اسقط ثلاث طائرات تركيه فجن جنون تركي. اللي هو هنا ايه يا جماعه؟ احنا قدام مذبحه تمت ضد الجيش الليبي والعالم، ولا هو هنا تقارير طب شرعي طالعه بتقول انه تم قتلهم من المدى القريب، يعني دول ناس دخلوا عليهم في المستشفى وهم جرحى والجيش الليبي عنده فيديوهات اللي فيه واحد اللي هو اسمه احمد اسمه ايه؟ يعني اسمه احمد الهادي منصور، قال لك انه الفيديو هو بيتمسك قبل ما يروح المستشفى كان مصاب في رجله وبعدين استلموه جثه واخد جثوصه في دماغه. فانت هنا قدام حرب غير اخلاقيه بقى بالمره، وطبيعي هي الحروب كلها غير اخلاقيه، لكن انت بتتكلم عن عالم سايب جيش وطني بيحارب ميليشيات منع عنه السلاح وبيدي السلاح للميليشيات. اعتقد ان احنا يعني ايه ربنا يلطف بينا ان شاء الله. طيب